حتى بنا فوق المجرة دارا. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا سيدي غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم سادتي وأمن من لجأ إلى حصنكم، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ما للأحبة لا يؤون خلانا، هلا دروا أننا حانت منايانا، فهل بدا من محب يوم فرقتهم ذنب لذلك استحقوا فيه هجرانا؟ ما هاجني حبهم يوما ولا ذرفت يا أبا عبد الله عيناي من بعدهم دمعا وعقيانا لكن سمعت بشهر فيه قد لبست آل الرسول ثياب الحزن ألوانا، هيجت يا شهر ما في القلب من شجن، إذ فيك أضحى رسول الله ثكلانا، والبضعة الطهر أضحت فيك ثاكلة تردد الشجو الحان، فألحانا بل فيك أضحى أبو السجاد منعفرا بعرصة الطف فوق الترب عطشانا، أسالف لك يا الحادي يوم لجنت بالكوفة
وابوي على الخلق سلطان بيامه المعروف. تتذكر زينب أيام العز لما كانت مع أبيها تكلم الحادي: أسولف لك يا الحادي يوم اللي كنت بالكوفة وابوي على الخلق سلطان بيامه المعروف. من يجبل علينا العيد تحب الواد مجفوفة يقلوا لنسانة تريد تعيد زينب بهالعيد تحب منها الجدم والإيد تعايدها وترد لينا. أبوي يا أبوي أبوي الفحل ما يقبل يخليهن يعيدني خايف للزلم يرحين ويحجن من يشوفني. أو انت ليتي الحادي على الهزل وني شقولا يناشدني من الناس اخوك حسين وين وين عباس اقول حسين ظل جثه بلا راس بلا راس وعباس النفل مقطوع ليدي اي يقولون سفرتهم جريبة راح لأخوه ومن ينجيب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوا على محمد وآل محمد. الآية الكريمة في سورة المائدة آية 55، والآية معروفة جدا من أشهر الآيات عندنا، وإذا لا أبالغ يمكن أكثر من 95% منا نحفظ هذه الآية ونعرف سبب نزولها. هسه يمكن شوية أكو البعض لا يعرف بعض الجزئيات، فنحن نتطرق إلى هذه الآية لأن ترتبط الآية بهذه الليلة ولها ربط دقيق بهذه الليلة. يمكن إشكال كبير راح ترفع عنكم هذه الآية لهذه الليلة. طبعا الآية الكريمة كما هو الواضح والمعروف أن هذه الآية تسمى آية الولاية، وآية الولاية نزلت لما دخل رجل في مكة المكرمة عند الكعبة. ينقل الرواية ابن عباس، ابن عباس يقول: لما كنا عند الكعبة دخل علينا رجل ملثم بلثام هذا الرجل، فأخذ ابن عباس يكلم الناس بما قال رسول الله، وهذا الرجل الملثم الذي لا يعرفه الناس ملثم ما يعرفونه، فكان يقول: سمعت عن رسول الله. ابن عباس يقول: سمعت، وهذا الرجل يقول: سمعت. دلالة على أن هذا الرجل معاشر من كان معاشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فابن عباس يقول: أنا خذتني شوية حالة استقراء، أريد أشوف هذا منه زين اللي كله يقول سمعت رسول الله.
يعني رجل معاشر قريب لرسول الله. فقلت له: من أنت؟ أفصح عن اسمك وعن نفسك. فكشف اللثام عنه، قال: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا جندب أبو ذر الغفاري. طلع هذا الرجل هو الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري. ثم كلم الناس بحديث، قال: أيها الناس، سمعت رسول الله بأذني هاتين وإلا فصمتا، ورأيته بعيني هاتين وإلا فعميتا. لما كنت في مجلس رسول الله وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ دخل سائل في المسجد. ينقل الرواية ياهو أبو ذر. أبو ذر سامحها منين؟ وشايفه وسامحها، كان حاضر بالواقعة. دخل سائل فسأل الناس، سائل يعني فقير يستعطي، سأل الناس، ما حد ساعده، ما حد كان عنده، ما حد ساعده على العموم. فعند خروجه وقف عند الباب، قال: اللهم إني دخلت مسجد نبيك، فاشهد على ذلك بأنه لم يعني من المسلمين أحد، ما حد ساعدني. قال أبو ذر: رأيت علي بن أبي طالب بعيني هاتين، أشار إلى الفقير، إلى السائل، وكان في خنصره، هذا الاسم الصغير يسمونه خنصر، خنصر بنصر وسطى سبابة إبهام، هذا الخنصر بمحبس، وكان في خنصره خاتم محبس، فأشار له أن يأخذه، فجر الخاتم فأخذ الخاتم، يعني ما انزعج بالخاتم يجره، لا، كأنه الخاتم كان عليه شنو؟ كبير. فسل الخاتم من يد علي بن أبي طالب وخرج، راح. لما راح علم رسول الله بالقضية بعد إتمام الصلاة، فقال: اللهم رأيت ما صنع علي وما فعل علي ابن عمي وصهري ووصيي ووزيري وخليفتي من بعدي، فانزل فيه آية من القرآن. نزلت هذه الآية. شنو الآية؟ يقول أبو ذر: ما مرت لحظات إلا ونزلت الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هاي سبب نزول الآية المعروف. هسه نجي إلى تفاصيل الآية. الآية الكريمة طبعا من المتواترات عند الفريقين أنها نزلت في علي بن أبي طالب، وما ذكر عند غيرنا أكثر مما ذكر عندنا. مولانا العزيز، ما ذكر عند غيرنا بأن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب موجودة في كتب غيرنا أكثر مما موجودة في كتبنا. موجودة عند غيرنا ب24 طريق عند غيرنا. مذكورة هذه الرواية أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب، هاي الرواية ذكرتها لك، مذكورة عند غيرنا ب24 طريق، ومذكورة عند الشيعة ب19 طريق. يعني ما عند غيرنا مذكورة أكثر مما عندنا، والقضية مشهورة عندهم أكثر مما مشهورة عندنا. واضح مولانا العزيز؟ هذا أولا. ثانيا، الرواية ما ينقلها واحد، ما ينقلها بس أبو ذر، ينقلها مجموعة من الصحابة، مجموعة من مو واحد، أنا كتبتهم مولانا، من الرواة. خاف واحد يقول: تعرفون قول الحديث المتواتر شنو؟ ها؟ الحديث المتواتر يعني الحديث المعروف المشهور، بس الحديث المتواتر اللي نقله مجموعة من الناس، مو ينقله واحد. ها؟ هسه مثلا في كتاب، في 500 كتاب مذكورة رواية عن فلان. انتبهي انتبهي، هاي مهمة، مهمة عيوني، هاي مهمة أريد أشير لها مولاي. زين، في بعض الأوقات رواية واحدة تجيك، هذه الرواية مولانا ينقلها واحد، مثلا ينقلها ابن عباس. في 500 كتاب نفس الرواية ونفس الراوي، ها؟ هذه مو من الروايات المتواترة. الرواية المتواترة شنو مولانا؟ الرواية المتواترة أن ينقلها مجموعة بنفس المضمون، يعني مجموعة رواية، ابن عباس ينقل، أبو ذر ينقل، مثلا أبو سعيد الخدري ينقل نفس الرواية أو مضمون الرواية، هذه يسمونها الحديث المتواتر أو الرواية المتواتر. واضح مولانا؟ هذا الحديث
الذي أشار لنا على أن الآية نزلت في علي بن أبي طالب وصلت إلى حد التواتر. أبو ذر واحد من عندهم، اسمع الرواة، ابن عباس ينقل الرواية، أستطيك المصادر، عمار بن ياسر، عبد الله بن سلام، سلمة ابن كهيل أو كهيل البعض غرها، أنس ابن مالك، عتبة ابن حكيم، عبد الله ابن أبي، عبد الله ابن غالب، جابر ابن عبد الله الأنصاري، وأبي ذر أبو ذر الغفاري. هذول مجموعة من الرواة اللي ينقلون أن هذه الآية نزلت في من؟ في علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. زين، مذكورة في كتب غيرنا كثيرة، هو كاتب هذا كل شيء هواي مولانا جدا هواي، أنا أذكر لك ثلاثة أربعة كافي ما أبينا مولانا. الأول محب الدين الطبري في ذخائر العقبة صفحة 88، جامع الأصول مجلد التاسع صفحة 478، أسباب النزول صفحة 148، تذكرة السبط ابن الجوزي صفحة 18، نور الأبصار صفحة 105، تفسير الطبري صفحة 165، كتاب الكافي الشافي لابن حجر العسقلاني صفحة 56، مفاتيح الغيب تفسير الكبير أو مفاتيح الغيب للفخر الرازي مجلد الثالث صفحة 431، الدر المنثور مجلد الثاني صفحة 393، كنز العمال مجلد السادس صفحة 391، والبقية هواي مولانا ما بيقراها. هذه مجموعة من المصادر اللي مذكورة عندنا وعند غيرنا، وما ذكر عند غيرنا أكثر مما ذكر عندنا كما ذكرنا لكم. ها زين، هسه نبدأ بالآية الكريمة. عرفنا أن الآية ثابتة لأمير المؤمنين عند الفريقين، ثبتناها هم عندنا وهم عند غيرنا. هسه نبدأ بالآية. الآية بدأت بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم، إنما كلمة تفيد ماذا؟ الحصر، تحصر الشيء في شيء محدود. يعني مثلا تقول أنا أريد حسن يجيني للبيت، أريد حسن يجيني للبيت، واحد يقول لك أودي حسن وحسين، أنت شو تقول له؟ إنما حسن، يعني حصرت المجيء بمن؟ بحسن، ما أريد غيره، بس حسن يجيني. إنما تفيد الحصر، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، حصر إذهاب الرجس والتطهير بمجموعة وهم أهل البيت مثلا. هاي إنما تفيد الحصر. إيش قال؟ إنما وليكم، إذن حصر الولاية في ثلاث، حصر الولاية في ثلاث. اللي يقول أنا هم ولي، لا ماكو، إنما الولاية في ثلاث، إنما وليكم ياهو الله، هاي خو واضح، ورسوله هم واضح بعد، والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إذن هذه الولايات ولايات متساوية، هذه الولايات ولايات متساوية، لأن بين الأشخاص بين القيود واو عطف. أنا البحث شوية يحتاج إلى تركيز إخواني، أترجاكم، يحتاج إلى تركيز. الولايات مولانا هنا متقاربة، شوف إنما وليكم الله ورسوله، عطف بمن؟ بالواو بعد، والذين آمنوا، الذين يعني بين الولايات الثلاثة شنو مولانا؟ واو عطف. يعني هذه الولايات ولايات شنو مولاي؟ متساوية. بعدين تعال، كلمة وليكم اجت مرة بالآية، لو تكررت عند كل واحد اجت مرة، شوف إنما وليكم سكت، الله ورسوله والذين آمنوا، يعني ثلاثتهم جمعهم بولاية واحدة، واضح؟ ما أعاد كلمة الولاية، أن الولاية الثلاثة ولايات متساوية، واضح حبيبي؟ خلاف بعض الآيات، بعض الآيات شو يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم مثلا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. الفعل تكرر، أول اختص بالله ثم عاد الفعل علما للرسول وأولي الأمر، واضح مولانا؟ بس هنا لا، هنا لأهمية الموضوع، الموضوع جدا مهم، الموضوع جدا مهم، موضوع ولاية، ولاية تعرف يعني شو مولانا؟ يعني السيطرة على الناس، يعني يقدر يطلق مرتك من دون ما يقول لك، عنده ولاية عليك، عنده ولاية مطلقة عليك، واضح مولانا؟ ولاية مطلقة عليك،
من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ أنت يا رسول الله أولى الناس. لزين أولى الناس يعني شنو مولانا؟ يعني يستطيع أن يتصرف بك كيفما يشاء، طبعا لا يتصرف إلا بالعدل والعدالة لأنه معصوم. وهذا حبيبي الشاهد إيش قال؟ قال إنما وليكم الله ورسوله هو الذين آمنوا. العطف بالواو والولاية وحدة للجميع. زين هسا نرجع بعد شوية. كلمة الولاية، نحن عندنا الولاية تنقسم إلى قسمين. الولاية تنقسم إلى قسمين، عندنا ولاية تشريعية وعندنا ولاية تكوينية. وما تعبتوا أنتم؟ اي انتم واكبوني خاطر لا تتعبون، لان ادري بكم بس شوي سكتون يعني رحتوا. اي صلوا على محمد وآل محمد. اخوان البحث جدا مهم، وأرى قاعد استنتج نتائج، وقاعد بقدر ما استطيع ان اسهله، بقدر ما استطيع اسهله لك كلش. زي مولانا الولايات نوعين، الولاية نوعين، عندنا ولاية تشريعية وولاية تكوينية. التشريع شنو؟ التشريع يعني وضع الحلال والحرام والمكروه والمستحب والمباح. يقول هذا الماي شربة مباح، الخمر شربة حرام، السرقة حرام مثلا، الصلاة واجبة. إذا أنت مثلا رحت إلى الخلاء يعني المرافق ورجعت وضوءك باطل، واضح مولانا؟ النوم يبطل الوضوء. هذه الأمور، هاي الأحكام الشرعية يسمون هذا التشريع. هاي الأحكام الشرعية من باب الحلال والحرام والمستحب والمكروه، شو يقولوا له؟ تشريع. هذا تشريع. زين يا اللي يشرع لنا مولانا، اللي يشرع هذول الثلاث بس ماكو غيرهم، اللي ينطي الحلال والحرام والمكروه، اللي يقول الخمر حرام لو حلال ياهم، هذول الثلاث بس، لأن حصرهم إنما وليكم. واضح مولانا؟ الولاية الثانية، شوف الولاية الثانية، الولاية الثانية ولاية تكوينية. الولاية التكوينية خارج عن التشريع، لا يقول للشيء كن فيكون، يتصرف بكل شيء، كن فيكون، كن فيكون. واضح مولانا؟ اي خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام، خلقها في ستة أيام، هاي السماوات والأرض في ستة أيام، كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. النبي صلى الله عليه وآله أمر القمر أن ينشق، انشق له ما انشق؟ انشق. هاي ولاية شنو؟ تكوينية. فولاية تشريعية ولاية تكوينية. هذول الاثنين لما قال إنما وليكم ما خصص بأي ولاية، ما دام ما خصصها نحملها على إطلاقها، نحمل الآية على من؟ على إطلاقها، يعني تحمل الولايتين. ياهو اللي يشرعنا، المشرع الأول اللي يسوي الحلال والحرام والواجب هذا كله، ياهو المشرع الأول الله، إنما وليكم الله. زين أنت ليش تصلي؟ الله يقول أقيموا الصلاة. أنت ليش تصوم؟ الله يقول كتب عليكم الصيام. يعني المشرع الأول ياهو الله سبحانه وتعالى. إذا بعض الموارد الله ما ذكرها، إذا بعض الموارد الله ما ذكرها، الروح للمشرع الثاني اللي يحلل ويحرم، ياهو ورسوله. عافية عافية شباب هي تجاوبني. إذا أكو أشياء الله ما ذكرها من باب المصلحة العامة لم يذكرها، الحكمة العامة، وين الروح؟ الروح للمشرع الثاني، ياهو المشرع الثاني ورسوله، يحلل أو يحرم. واضح مولانا؟ طبعا يحلل ويحرم بأمر منين؟ لأنه ما ينطق عن الهوى. إذن المشرع الثاني ياهو رسول الله، المشرع الأول الله. إذا الله ما ذكر ياهو يذكر رسول الله، أو إذا الله ذكر لا يستطيع النبي أن يخالفه. انتبهت له؟ لا أرد أقول حكاية ثجيلها. زين إذا الله قال حلال أو حرام النبي ما يخالفه، ما يقدر يخالفه، خلاص. إذا أقيموا الصلاة، الصلاة واجبة، النبي ما يقول لك لا الصلاة مو واجبة، ما يقدر يقول لك، لأن ولاية منين؟ ولايته من ولاية الأصل، ولاية فرع منين؟ من الأصل. الله ولاية شنو؟ أصل. النبي ولاية فرع منين؟ من ولاية الله، من الأصل. فإذا الأصل قال حلال لو حرام، خلاص النبي ما يقدر يخالفه. زين إذا أكو أشياء النبي ذكرها، زين، وأكو أشياء لم يذكرها، اللي ما ذكرها نروح للمشرع الثالث. المشرع الثالث ياهو والذين آمن، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقلنا على أن الذين آمن ياهو
علي أمير المؤمنين، إذن المشرع الثالث ياهو علي بن أبي طالب. زين، إذا النبي ذكر شيء من حلال أو حرام، الإمام علي اللي فرع من ولاية النبي، الإمام علي ولايته فرع من ولاية النبي، يستطيع أن يخالف النبي؟ خلاص، إذا خالفه يصير إمام؟ يصير ولي؟ زين، إذا خالف مثلا النبي قال حلال والإمام علي قال حرام، انقبل إمام بعد؟ ما انقبل إمام، يسقط، تسقط العدالة، تسقط والولاية، تسقط والإمامة، تسقط. ليش؟ لأن ما أحله النبي لا يستطيع الإمام أمير المؤمنين أن يحرمه، وما حرمه النبي لا يستطيع علي بن أبي طالب أن وهالمجرة. كذلك بالنسبة إلى الله، ولهذا شي يقول؟ يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. زين، أو حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، لكن الشيء ما ذاكر النبي ياهو شرعه، يشرع آل البيت علي بن أبي طالب وأهل بيته. ما لحق علي بن أبي طالب أو أي واحد أن يخالف قول النبي، والنبي هم لا يستطيع أن يخالف قول الله. انتبهتوا ما انتبهتوا؟ زين، إذن هذا بالنسبة إلى التشريع، الولاية التشريعية اللي يشرعون الحلال والحرام والأحكام الشرعية ياهم هذول الثلاث. زين، واحد يقول لي شيخنا والمراجع؟ المراجع مولانا استنتاجهم وإعطائهم للأحكام الشرعية ناتج من هؤلاء الثلاث. إذا أكو آية يستندون عليها، إذا أكو رواية من رسول الله أو من علي أمير المؤمنين والأئمة الأطهار يستندون عليها، من على الرواية ما يقدرون يخالفونها. إذا ماكو رواية هنا شو يصير؟ يروحون إلى النصوص الأخرى، النصوص الأخرى أو الموارد الأخرى كالعقل والإجماع، العقل والإجماع. بعدين أكو أصول عملية، زين، وأصول عقلية، يراجعون للأصول العملية والعقلية ويطلون لك الحكم الشرعي اللي ما مذكور على لسان الله أو على لسان رسول الله أو على لسان الأئمة الأطهار سلام الله عليهم. زين، هاي الولاية الأولى، ولاية التشريع. الولاية الثانية ولاية التكوين، يعني يقول للشيء كن فيكون. وين كن فيكون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، ولاية شنو؟ تكوينية. بمجرد أن يأمر الشمس أن تتكور خلاص، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، فخلاص ولاية تكوينية. إذا النجوم انكدرت، بس يأمر النجوم أن تنكدر خلاص راحت. مثلا إذا الجبال سيرت، بس يأمر الجبل أن يسير يسير خلاص، ينسفها ربي نسف. هاي شنو؟ ولاية تكوينية لله. الولي الثاني تكوينيا ياهو رسول الله. وين رسول الله؟ شق القمر، بس أشار للقمر ينشق ينشق. بعد وين؟ عفية، رد الشمس. علي بن أبي طالب في حجري، واضع رأسه في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رواية جدا طويلة. زين، ورسول الله أمر الشمس أن ترجع، أمر الشمس أن ترجع إلى مقرها ومكانها. عجيب، مولانا نجم كبير مثل الشمس يرجع؟ شيء يعني عجيب. فأشار رسول الله، جاءت الشمس إلى مقرها، ثم بعد إتمام العمل رجعت حيث ما كانت. وردت الشمس مرتين، مرة في عهد النبي ومرة بعد رحيل رسول الله في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. زين، مرتين ردت. الشاهد هاي الولاية شو يسمونها؟ ولاية تكوينية. زين، الله ولاية تكوينية، الرسول ولاية تكوينية، بعد والذين آمنوا اللي هو علي بن أبي طالب وأولاد علي بن أبي طالب عدم ولاية شنو؟ ولاية تكوينية، يقول للشيء كن فيكون، كن فيكون، هاي ولاية تكوينية مولانا. زين، الأئمة الأطهار بالنسبة للولاية التكوينية كثيرة، كثيرة جدا كثيرة، الأمثلة لا ما يحويها كتاب ولا يحويها منبر ولا وقت، واضح مولانا؟ الأعمال التي قام بها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، مثلا دفن سلمان، الإمام علي وين؟ بالمدينة. سلمان زلمتنا وين؟ بالمدائن. المدائن وصاير بالعراق، المدينة بالحجاز. زين، لما خرج أمير المؤمنين من داره سمع هاتفا يقول مات صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله،
أصبغ ابن نباتة من أصحاب الإمام علي، يقول إحنا كنا وين؟ بالمدائن. يقول بينما نحن كذلك بالمدائن وعند سلمان جنازة ميت، وإذ أقبل إلينا فارس ملثم بلثام، فتعجبنا لا نعلم أمن السماء نزل أم من الأرض خرج، منين جاء وما يعرفونها ملثم بلثام. قام بتجهيز سلمان، غسله كفنه حنطه صلى عليه خلص كامل دفنه، يقول فرجع ماشيا، ها راح قاعد يمشي، فتبعناه قلنا له يا أخ العرب من أين أنت، منين جيت، أمن السماء نزلت من الأرض خرجت؟ أصبغ من نباته يسأل. يقول فكشف الرجل اللثام عن وجهه وإذا به سيدي ومولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. قلت له سيدي، قلت تقبل إيده ورجله، قلت له سيدي كيف وصلت إلى المدائن من المدينة إلى المدائن؟ قال له سمعت هاتفا يخبرني برحيل صاحب رسول الله فجئت بطي الأرض علي بن أبي طالب. هاي ولاية، هاي ولاية تكوينية. كذلك عند الأئمة الأطهار بعد تجي، عند الإمام الحسن موجودة، عند الإمام الحسين موجودة، وهالمجرة هذه. واضح حبيبي؟ زين، احنا خلينا شوية بالولاية. هاي الكلام جدا جدا جميل. طبعا هاي الولاية الآية بها بعد معلومات جدا جميلة. زين، بس خلينا الآن بالولاية التكوينية. من جملة الولاية التكوينية في القرآن الكريم مثلا يجيك ياهو آصف ابن برخية لما قال سليمان من يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، ياي هذه بلقيس. بلقيس وين كانت؟ باليمن. سليمان وين كان؟ فلسطين، أراضي الشامات يسمونها. زين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به. قال له شقد؟ قال له قبل أن تقوم من قبل لا تقوم، هاي القعدة قبل لا تخلص وتقوم أنا أجيب لك العرش. قال له لا، هذا طويل، أري شنو مولانا أسرع. قال الذي عنده علم من الكتاب، هاي من تبعيضية بعد، يعني جزء من علم الكتاب عنده. قال له أنا آتيك به. قال له شقد؟ قال له قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني شقد؟ قبل لا يرمش، مو إذا رمش، أنتم شاطرين، مو إذا ترمش، قبل لا ترمش. تعرف إيش قد سريع يعني هذا مولانا؟ مو إذا ترمش، هاي الرمش، لكن قبل لا ترمش عيونك بالطريق وأنا أجيب لك. القرآن دقيق، قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل لا يرمش عيونه بالطريق وجابه. هاي شنو عنده؟ عنده ولاية تكوينية. هذا ياهو، هذا وصي سليمان اسمه آصف ابن برخية، عنده جزء من علم الكتاب. والله سبحانه وتعالى يتكلم عن علي بن أبي طالب، شو يقول؟ ومن عنده علم الكتاب، يعني كل علم الكتاب عنده علي أمير المؤمنين. إذا هذا آصف شو يسوي؟ علي بن أبي طالب شو يسوي؟ أمولاً معكم مقياس. واضح حبيبي؟ هاي من جملة الولاية التكوينية اللي في القرآن الله أعطاها لآصف. عندك من جملة الولايات التكوينية أعطاها لبعض الملائكة، أعطاها لبعض الملائكة. مثلا لما تجي إلى ملك الموت عزرائيل، يموتون بلحظة واحدة 1000 2000 10000 30000 40000. زين، وين يلحق يخمهم كلهم مولانا يأخذهم؟ ما يلحق. يعني إجت مثلا زلزلة في بم في إيران، في منطقة يسموها بم في إيران، ما أدري 20 ثانية 30 ثانية كانت الزلزلة، ماتوا بها 33000 تقريبا نفر. زين، بلحظة واحدة رحمة الله عليهم، لحظة واحدة. زين، ملك الموت وين يلحق هذول كلهم يخمهم يأخذهم؟ زين، يموتون 10 على قمة الجبال، أو 10 في قعر البحار، أو 10 بالمشرق، أو 10 بالمغرب، أو 10 مدري وين يموتون، أو كلهم بلحظة واحدة ويأخذهم. عمولنا هذه ماذا تسمى؟ تسمى الولاية التكوينية. أعطاها لملك الموت، يستطيع أن يسير في زمان واحد عدة أماكن، في زمان واحد يسير وين؟ عدة أماكن. كذلك الرواية المعروفة أن الزهراء تحضر في مآتم ولديها الحسين. زين، 1000 مليون مجلس مثلا، وين تلحق توصل للزهراء سلام الله عليها؟ هذه تسمى الولاية التكوينية. هذاك واحد اعترض على هذا القول لأحد العلماء، قال له شيخنا أنتم تقولون أن الإمام يحضر في كل مكان بلحظة واحدة، هسه احنا خلينا مثلا 1000 نفر نصيح يا صاحب العصر أدركني، يريد الإمام يحضرنا كل احنا بنفس اللحظة، يقدر لو ما يقدر؟ يقدر، يقدروا 6 بعدهم يقدر، خاف واحد شوية يشك. زين، يقدر
الإمام سلام الله عليه. فلما قالوا هالقضية هذه أجا واحد لأحد العلماء من تدري أكو بعض الناس يتفلسفون صدق يعني يرق بالبطن مولانا ما ينحمل ما قاعد أجامل والله العظيم يعني مر على هذا المكان على هذا المنبر الشريف أنا ذكرت رواية زين نزلت جاني فد واحد معدل مرتب متكتك فد شكل عدل وأنا مستعجل قاعد أمشي قال لي مولانا عندي سؤال تفضل قال لي هذه الرواية اللي ذكرتها أنا ما أقبلها أنا قلت لأن هو شوي يبين عليه لبسه وهذا شكله حلو لبسه وهذا قلت هذا مثقف يعني فأنا قلت خو أنا ماني معصوم مع ما أنه متأكد من الرواية أنا أحقق وأكتب وهذا وأتعب وأطبع مولانا وأكتب المصادر ها فقلت أنا خلي أسئلة يمكن هذه الرواية مرسلة مثلا أو الرواية ضعيفة من جهة معينة على رسلي يعني سألت أنا قلت له ليش ما تقبلها قلت يمكن أكو شيء بي أنا ما أدري بيه ماني معصوم مولانا زين قلت له ليش ما تقبلها قال ما أقبلها لأني لم أسمعها في حياتي أبدا قلت له لأن أنت ما سامحها ما تقبلها قال لا قلت له يعني شنو يعني أنت سامع أنت جامع الحديث كلها يعني أنت كل الحديث سامحها يعني ها قال لا بس أنا هاي الرواية ما سامحها قلت له مو شرط أكو المراجع مولانا عندهم أكو روايات تجيهم شنو ما مر عليهم زين يعني مو شرط قال له أنا ما قلت له لا تقبلها لا كيفك والله قبلت ولا ما قبلت هذا مثل واحد أجل للشيخ كاشف الغطاء قال له شيخنا قبر الزهراء بالكوفة فقال له الشيخ وين بالكوفة ما شلون الزهراء وين الكوفة الزهراء حتى ما جت للكوفة سلام الله عليها وين صارت الزهراء في المدينة واستشهدت في المدينة ودفنت في المدينة قال له لا بالكوفة قال له ليش بالكوفة الشيخ سأله قال له والله أنا البارحة في عالم الرؤيا رأيت أن شيعنا الزهراء بالكوفة قال له وانت قاعد ما ناخذ حكيك مو انت نايم تحكي زين انت ذا تقعد تحكي ما ناخذ كلامك مو انت نايم جاي تقول لي والله هيك زين الشاهد مولانا العزيز فاجى واحد اعترض على الشيخ قال له مولانا انتم تقولون صاحب العصر سلام الله عليه يحضر في عده وكذا هذا مو معقوله فقال له باكر بعد الصلاه نروح له نذهب الى بيتك بس اريد طلب منك قال له نعم قال له هي اواني طوس بكل إناء ماي ترس ماي وترس الحوش وزع الطوس بالحوش سطرهن صار باكر هذا بعد ما جل الصلاة راح هيئ نفسه وكذا وخلى ماي بالطوس ووزعهن دخل الشيخ مع المجموعة السماء مقمرة بدر القمر فقال له تعال اجا الناس واقفة قال له ما ترى في الماء قال له أرى صورة القمر شوف القمر قال له شو تشوف بالطاسة الثانية قال له شوف القمر قال له الطاسة الثالثة قال له شوف القمر قال له الرابعة قال له القمر قال له بكل الطوس قال له شوف القمر قال له لو تخلي مليون طاسة قال له أرى القمر قال له القمر واحد ومتعدد قال له القمر شنو واحد قال له القمر واحد لكن صورته في كل مكان الشمس واحدة تطلع لكن شعاعها نورها دفئها ضوءها في كل بيت الكل يستفيد منه والإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو أقوى وأشرف وأزكى إنما خلقت الشمس من نور الأئمة الأطهار هذا ما يستشكل عليه في مثل هذا طبعا الكلام بمولانا كلام آخر لكن هسه بعد ما يصير نكمل زين هذا ما يشكل على الإمام زين العابدين سلام الله عليه الإمام السجاد مثل باكر يوم 13 دفن الأجساد وين كان الإمام السجاد سلام الله عليه كان بالكوفة مولانا كان أسير ومقيد بالسلاسل وعليه حماية وحرس يعني مو حماية حرس عليه وفي عنقه الجامعة لا يستطيع الحركة وكان عليل الجامعة تعرف الجامعة طوق من حديد بمسامير وين ما يلتفت الإمام سلام الله عليه المسمار يدخل في عنق الإمام وعليه حرس ومقيد بالسلاسل والأغلال وكان بالكوفة زين مثل باكر شلون إجى مولانا إلى كربلاء ودفن الأجساد ها هذه ما نعبر عنها بالولاية التكوينية هذا الحكي كله أريد أقول لك هاي الحكايتين بس زين هذه ما نعبر عنها بالولاية التكوينية وعندنا بعد أمثلة تبقى إلى محاضرات أخرى يمكن باكر يمكن غير وقت زين
لكن قبل مجيء الإمام الأجساد بقت 3 أيام على واهجة الرمضاء، على رمضاء كربلاء، في مقربة من المعركة مولانا، بيوت لبني أسد، عشيرة بني أسد معروفة. بنو أسد لما بدأت المعركة استقروا في بيوتهم ما طلعوا، فلما خلصت المعركة والجيوش شدت الرحال وطلعوا، راحوا رجعوا يوم 11، تركوا الأجساد الطاهرة. عمر بن سعد أمر أن تدفن أجساد أصحابه، وترك جسد الحسين عليه السلام وأصحاب الحسين، أي إخوة الحسين، أو لا خلهم على الرمضاء تصهرهم الشمس، حتى غيرت فيهم الشمس، غير جو حار، غيرت فيهم الشمس، طفوا لي الضوء أبو علي، غيرت فيهم الشمس مولانا العزيز. من بعد ما طلعوا بنو أسد بينهم وبين المعركة الفرات، بينهم وبين المعركة بينهم وبين الفرات هي المعركة السير. فلما طلعت الجيوش طلع النسوان لبني أسد يرحن يسقين الماء فوصلا إلى المشرعة، قبل لا يوصل للمشرعة مرا من الأجساد الطاهرة الزكية النيرة المباركة، شافا تلك الأجساد الطاهرة الحزينة زين الأليمة، مواقف محزنة، جثث بلا رؤوس، أطفال بلا رؤوس، شباب بلا رؤوس، صهرتهم الشمس مولانا رجعن النساء إلى الآباء وإلى الإخوة وإلى الأزواج، كل وحدة رجعت إلى وليها تبكي. من جملة الباكين ياهي بنت شيخ العشيرة، بنت أيضا راحت مولانا لأبوها باكية تبكي، يقولها لماذا تبكين بنية، ماذا رأيتي، شنو شفت أبويا يقول بدأت بالبكاء، قالت له أبا رأينا عجب العجاب، ماذا رأيت بنيها، قالت له رحنا نجيب الماي ونعود بطل عن نهر ممدود. عرفت الولاء؟ شوف ايش تحشي البنية هاي، بارك الله فيك. رحنا نجيب الماي ونعود، لقينا بطل عن نهر ممدود. شلون حال هالبطل هذا؟ ممدود أو مقطوعة مقطوعة، شفينا من الزنود من الزنود من الزنود من الزنود، ومفضوخ راسه بضربة عمود. أين المنادي وعباسا وسيدا وشهيدا؟ شنو شفت بعد بويا؟ اتقص لبوها اسمعها. بويا شفنا بدير، شفنا بدير نور تلال، خيال النبي يشبه خيال، عرفت الولاء؟ عرفت الولاء؟ خيال النبي يشبه خياله. شلون حاله؟ والله جثة جثة ولكن راس ماله، يعني جثة بلا رأسها. أيوة علي يا علي الأكبر، هذا بعد ماذا رأيت بنيها؟ قل لبويا وبالمعركة شفنا عجوبة، أقولها لولاها عجوبة، أيوه عريس وجفوف مخضوبة. بالعافية عليك مولاي أبا عبد الله، أنت شوف سيدها عريس وجفوف مخضوبة، شلون حاله؟ شبيه الجفن تفصيل ثوبة. يقول بكت البنت بصوت عالي، قال بنية تبكين، قالت له أبا رأيت موقف حزين، ما أملك نفسي، إذا ماذا جرى؟ قلنا بويا وشفنا طفيل متوسد ايده، طفل مذبوح، ويلي ويلي سيدها، شفنا طفيل
متوسدين وشفنا سهمنا بتبجيد بجيدة 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 أثار السهم ذابح وريد. بعد ما نرأت البنت يقول ضجت بالبكاء البنت شنو شافت؟ قلنا بويا وشفنا بطل. أويلي أويلي هذا البيت يجرح القلب هذا والله. أو شفنا بطل نايم بكترة نايم كتر الطفل ترى. شفنا بطل نايم بكترة أو كثرة جروح صوب نحرة أثار البطل آية الكبرى. أقولها لو لا أثار البطل آية الكبرى الحسين شمامة الزهرة. خرج بنو رأسا لدفن الأجساد الطاهرة فأقبل إليهم سيدنا ومولانا علي السجاد. لكن ما يعرفون الإمام ولثمها. حفروا حفيرة وضعوا 17 جثة وحفروا أخرى وضعوا بقية الأجساد. لكن حفروا حفرة قبرا مما يلي القبر الشريف الرأس الشريف وضع فيه جسد واحد. هذا الجسد لمن مولانا؟ قال لهم أما الأجساد 17 لبني هاشم وأما البقية لأنصار الحسين لأصحاب الحسين وأما القبر المنفرد مما يلي الرأس الشريف فهو لحامل لواء الحسين حبيب بن مظاهر. قال لهم احفروا هنا حفير الساع دفن بيها حبيب البيت وطلقاع. بعد حفرة دفن بيها 70 سباع. يقول أخذ ينظر يمين والشمال إلى أين يتوجه دفن الأجساد بأجمعها. يقول نظر أكو بعد جسد ظال له لا. قال له نعم أكو جسد بقى على الشريعة بقى على المشرعة بقى على الماء. قال لهم بعد واحد جزانا وفات قالوا بطل ظل على المسنة. الله راح راح إلى البطل ها انحنى عليه صاح وعماه وعباسا يا عمي أي خلاف عينك مرمرة نعداك لوح المهيار وشهر سيفك الفتاك. هذا لواك ما تنهض تشيل لواك. دفن أبا الفاضل لكن وين المصيبة؟ رجع الإمام إلى أبي عبد الله انحنى عليه بهيئة الراكع قبله في نحره وعلى صدره حفر له حفرة. قالهم أيها الناس علي ببارية ما تصنع بالبارية. قالهم أريد أن أجمع عليها أوصال الحسين. حسين حسين يا حسين. أنزل الحسين باكي العين وإذا صيوت من نحر الحسين. لما رفع الإمام زين العابدين خلى الحسين بالقبر ها لكن أكو رضيع بلا رأس موجود ها. هذا أخوه الصغير هذا ابن الحسين هذا عبد الله الرضيع. أراد الإمام رفعه لما رفعه وإذا صوت من نحر خلي الطفل مذبوح خلي خلي الطفل مذبوح خلي أضمن وشمن ريحة بوي الطفل خل على صدري وبرفج حط نحر على نحري. أنا لا ينبتشي جرح يا ذخري. دفن الحسين
كتب على قبر الحسين هذا قبر الحسين ابن علي ابن أبي طالب الذي قتل عطشانا مظلوما غريبا أنا اللي صار بي يوم أجرى بناس شفتك عثر بالخيل تندم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم شافي وعافي كل مريض يا الله اقضي حوائج المحتاجين بباب الحوائج أبي الفضل العباس يا الله اللهم عجل في فرج المولى صاحب العصر والزمان واجعلنا من أنصاره وأشياعه واللائدين تحت لوائه يا الله وإلى أمواتنا أمواتكم مؤسسي هذا المأتم الشريف رحم الله من يقرأ الفاتحة معطر بذكر الصلاة على محمد وآل محمد حتى بناه